في إطار حملة وساطة المرأة، قامت مؤسسة الشباب سبأ للتنمية مناظرة شبابية تعريفية حول دور النساء في الوساطة المجتمعية في محافظة تعز. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير الذي أعدته الزميلة نعيم خالد. أقيمت في محافظة تعز مناظرة شبابية تتحدث عن دور النساء حول الوساطة المجتمعية ضمن حملات وساطة المرأة التي تنفذها مؤسسة شباب سبأ للتنمية بالتعاون مع منصة ثلاثين. المناظرة كانت حافلة بالتناقضات من خلال فريقي موالي ومعارض، يؤكد على أهمية وجود المرأة كشريك في الوساطات المجتمعية في العديد من القضايا التي تهتم بالمرأة وتكون ذات دور فاعل في حل القضايا لقربها من المجتمع وقدرتها في إيجاد البدائل. منصة 30 هي أحدى مشاريع الار ان دبليو الإذاعة الهولندية من عام 2013، والحال حاليا نحن من عام 2020 رجعنا لمؤسسة محلية باسم مؤسسة المنصة الشبابية. تهدف المنصة لنا عديد من الأنشطة، ونحن مركزين على الفئة العمرية من 18 إلى سن 30. نطلق السبيانات بشكل شهري، نطلق الفعاليات هذه المناظرات، نعطي مجال للشباب لتبادل الآراء، الحوار، احترام الرأي والرأي الآخر. المناظرة الشبابية والذي يهدف إلى توفير مساحة للشباب للتعبير عن آرائهم ومناقشة الأفكار والقضايا المختلفة. نسعى من خلال هذا النشاط إلى تعزيز قيم الحوار والتعايش وتعزيز دور الشباب والنساء في المجتمع. تقام اليوم في محافظة تعز على منصة 30 مناظرة شبابية تتحدث عن وساطة المرأة في المجتمع. في هذا العمل الجبار التي تقوم به المرأة جزء لا يتجزأ من دورها الأساسي في الحياة. نعيم خالد، قناة عدن، قضايا تعز.